الجنين والناموس للجميع. متابعينا مشاهدينا الكرام، تستمر منافسات ميدان الشحانية وشوطنا الثالث الخاص بالابكار. يرافقكم زميلي شجاع العتيب. شكرا مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساكم وجميع اوقاتكم بكل خير. من هنا من على ارضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الاصيلة، ينطلق شوطنا الثالث والشوط الرئيسي للقاية الابكار. الانتاج انطلقت هذه الاسماء واندفعت هذه الشعارات، وجائزة هذا الشوط نيسان باترول استيشن زايدا تسعيرة هجن الشحانية للفايز بالمركز الاول. اتقدم مباشرة مع البداية ومع المركز الاول هنالك في الصدارة وفي الانطلاق الاول في التحكم الاول شذا صالح بن عبد العادي بن محمد بن حبيب من يقدم شذا، ولكن القدوم من مركز الوصافة من غيرت مع المركز الاول. مرحبا بهذا الشعار، مرحبا بهذا الاسم بالتحديد. هنا دعابة تغير مع الصدارة، حمد بن جار الله بن حسين البريدي من يقدم لنا دعابة صاحبة هذا الشوط في المحلي الماضي. هنا تنطلق بشعار البريدي المركز الثالث، الوصول والقدوم من التلة. علي بن ناصر بن جابر بن بخيتة يتقدم هنا مع المركز الثالث، يقدم لنا التلة. من يتقدمون ابناء المملكة العربية السعودية مع التلة. المركز الرابع، الوصول من فريدة محمد بن علي بن حمد بن عايض المري، ينطلق مع فريدة على رابع الاسماء. المركز الخامس، ملامح بشعار الحميدي، ناصر بن خالد بن ناصر الحميدي يتقدم مع ملامح على خامس الاسماء. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة الأسماء، للخمسة الشعارات المثيرة والمنطلقة في هذا الشوط الرئيسي للإنتاج والمنتجين. نعود مع شعارك يا بن بخيتة، يا بن بخيتة. من يتقدم مع التلة؟ من ينطلق مع التلة؟ هنالك في مركز التلة في المركز الأول، يقدم التلة علي بن ناصر بن بخيتة المري مع المركز الاول. المركز الثاني، دعابة، دعابة مع ثاني الاسماء، حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي ينطلق مع مركز الوصافة مقدما لنا دعابة بهذا الشعار الكبير، بهذا الشعار الخطير. ثالث الاسماء، هنا تنطلق شذا بشعار صالح بن عبد الهادي بن حبيش المري، ينطلق مع شذا على ثالث الاسماء. المركز الرابع، ملامح بشعارك يا الحميدي، بشعارك يا الحميدي، يقدم لنا ملامح على رابع الاسماء. ناصر بن خالد بن ناصر الحميدي المركز الخامس، الوصول والتقدم من قبل غيابه، غيابه مع المركز الخامس بشعار عبد الله بن مسلم بن عبد الله المري، يتقدم مع غيابه على خامس الاسماء. اعود مع الصدارة، اعود مع التحدي، اعود مع الاثارة. هنالك شعارك يا بن بخيتة، هنالك شعار بن بخيتة. من يتحكم بهذا المسار؟ من ينطلق مع التلة؟ هنالك مع الصدارة ومع الانطلاق الاول ابناء المملكة، ابناء المملكة يريدون السلام، يريدون السلام مع التلة مع المركز الاول. ولكن البريدي خطير، البريدي خطير، البريدي خطير. من يقدم لنا دعابة؟ دعابة يا البريدي، دعابة. حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي ينطلق مع دعابة، يتقدم مع هذا الشعار الكبير والخطير. الكيل لا
الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، النيسان باتل ستيشن، تسعيرة هجن الشحانية، تسعيرة هجن الشحانية، الشوط الرئيسي للإنتاج والمنتجين، بن بخيتة مع التلة، البريدي مع دعابة، بن بخيتة مع التلة، أبناء الشحانية، أبناء المملكة، أبناء التحدي، أبناء المملكة، دعابة، دعابة، التلة، التلة، دعابة والتلة، الأمتار الأخيرة، اللحظات الأخيرة، النيسان باتل ستيشن بالانتظار، تسعيرة هجن الشحانية، تسعيرة هجن الشحانية، دعابة، دعابة، التلة، التلة، بن بخيتة، البريدي، الأمتار الأخيرة، ولكن بن بخيتة، دعابة، دعابة تعود، دعابة تعود إلى شوطها المضمون، إلى شوطها المضمون مع دعابة، حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، التلة، التلة، ولكن أبناء التحدي، أبناء التحدي، أبناء الشحانية مع دعابة، مع دعابة، شوط الإنتاج مع شعارك يا البريدي، دعابة، النيسان باتل ستيشن مع شعار البريدي، الشعار الكبير، دعابة، دعابة، شعار لابة، شعار لابة، سلام يا مالك دعابة، سلام يا مالك لابة، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كانت تلة علي بن ناصر بن جابر المري. المركز الثالث ملامح ناصر بن خالد بن ناصر الحميدي. المركز الرابع فريدة محمد بن علي بن حمد المري. المركز الخامس وشيم ناصر بن غانم بن ناصر المري. تهانينا والناموس لمالك دعابة بشعار لابة، من انتزعت شوط الانتاج والنيسان باتل ستيشن. التوقيت الزمني 6 دقائق 5 ثواني 70 جزء من الثانية. سلام يا البريدي، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني التلة بشعار علي بن ناصر بن جابر بن بخيتة. 6 دقائق 7 ثواني 18 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس يا بن بخيتة. المركز الثالث، المركز الثالث ملامح ناصر بن خالد بن ناصر الحميدي. 6 دقائق 12 ثانية 68 جزءا من الثانية. سلام يا البريدي، سلام، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.